الأصحاح الثالث عشر. وفي ذلك الوقت حضر بعض الناس وأخبروا يسوع عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس في الهيكل ومزج دماءهم بدماء ذبائحهم. فأجابهم يسوع: أتظنون أن خطيئة هؤلاء الجليليين أكثر من خطيئة سائر الجليليين حتى نزلت بهم هذه المصيبة؟ أقول لكم لا، وإن كنتم لا تتوبون فستهلكون كلكم مثلهم. وأولئك الثمانية عشر الذين سقط البرج عليهم في سلوام وقتلهم، أتظنون أنهم أذنبوا أكثر مما أذنب أهل أورشليم؟ أقول لكم لا، وإن كنتم لا تتوبون فستهلكون كلكم مثلهم. وقال هذا المثل: كان لرجل شجرة تين مغروسة في كرمه، فجاء يطلب ثمرا عليها فما وجد، فقال للكرام: لي ثلاث سنوات وأنا أجيء إلى هذه التينة أطلب ثمرا فلا أجد، فاقطعها، لماذا نتركها تعطل الأرض؟ فأجابه الكرام: أتركها يا سيدي هذه السنة أيضا حتى أقلب التربة حولها وأسمدها، فإما تثمر في السنة المقبلة وإما تقطعها. وكان يسوع يعلم في أحد المجامع في السبت، وهناك امرأة فيها روح شرير أمرضها 18 سنة، فجعلها منحنية الظهر لا تقدر أن تنتصب. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة، أنت معافاة من مرضك. ووضع يديه عليها فانتصبت قائمة في الحال ومجدت الله. فغضب رئيس المجمع لأن يسوع شفى المرأة في السبت، فقال للحاضرين: عندكم 6 أيام يجب العمل فيها، فتعالوا واستشفوا، لا في يوم السبت. فأجابه الرب يسوع: يا مراؤون، أما يحل كل واحد منكم يوم السبت رباط ثوره أو حماره من المعلف ويأخذه ليسقيه؟ وهذه امرأة من أبناء إبراهيم ربطها الشيطان من 18 سنة، أما كان يجب أن تحل من رباطها يوم السبت؟ ولما قال هذا الكلام خجل جميع معارضيه، وفرح الجمع كله بالأعمال المجيدة التي كان يعملها. وقال يسوع: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ هو مثل حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فنمت وصارت شجرة تعشش طيور السماء في أغصانها. وقال أيضا: بماذا أشبه ملكوت الله؟ هو مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال من الدقيق حتى اختمر العجين كله. وسار في المدن والقرى يعلم وهو في طريقه إلى أورشليم، فقال له رجل: يا سيد، أقليل عدد الذين يخلصون؟ فأجاب يسوع: اجتهد أن تدخلوا من الباب الضيق، أقول لكم كثير من الناس سيحاولون أن يدخلوا فلا يقدرون. وإذا قام رب البيت وأغلق الباب، فوقفتم أنتم في الخارج تدقون الباب وتقولون: يا رب افتح لنا، يجيبكم: لا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: لا أعرف من أين أنتم، ابتعدوا عني كلكم يا أشرار. ويكون البكاء وصريف الأسنان حين ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأنبياء كلهم في ملكوت الله وأنتم في الخارج مطرودون. وسيجيء الناس من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب، ويجلسون إلى المائدة في ملكوت الله، فيصير الأولون آخرين والآخرون أولين. وفي تلك الساعة دنا بعض الفريسيين من يسوع وقالوا له: انصرف من هنا، لأن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث أتمم كل شيء، ولكني يجب أن أسير في طريق اليوم وغدا وبعد غد، لأنه لا يجوز أن يهلك نبي
في خارج أورشليم. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم. أقول لكم لا تروني حتى يجيء يوم تهتفون فيه تبارك الآتي باسم الرب.